بقول لك انا ما عملش غير 3 افلام سياسيين، لان حسيت ان مواضيع جديده. ليه غبي منه فيه؟ ده سياسي؟ غبي منه فيه ده انت مكتوب عندك سياسي؟ طب فاصل قصير ونعود مع وجهة نظر. امال غبي منه فيه ايه؟ يبقى غبي منه في فيلم صحصحه سياسي. كده، صحصحه فيلم سياسي والنبي فكها كده عشان ربنا يفكها. هو فيلم سياسي فعلا. بس عاجبني على فكرة. شفته انت؟ عاجبني. هي دي السياسة عندك؟ امال ايه؟ ايه المواضيع التانية اللي ممكن تمس بني ادم يعني؟ ايه؟ ايه المواضيع التانية اللي ممكن تمس بني ادم؟ كان عاجبني قوي المناخير والسنان والحاجات دي، حلوة جدا. والودان؟ ها؟ مش فاكر. مش فاكر ودان. عارف ليه مش مش فاكر؟ فاكر. لأنها شبه ودانك، واخد بالك؟ عشان كده مش فاكرها. نبقى نقص احنا الحاجات دي. نكمل ولا ايه؟ يا ريت. طيب يلا 5 4 3 2. ده انا ممكن انقطك، انا بحبك على فكرة، مش عارف انا انت ممكن بتعمل كده ليه. انقطك. اوعى تفتكر انك هتنقطني، اوعى على فكرة انت تفتكر. نجمي المفضل، مش عايز اقول لك ربنا يخليك، نجم والله. المفضل من سنة 2006. ما انا يعني مش متابع قوي، فهي يعني انا اول مرة اشوفك. انت طلعت قبل كده في التلفزيون؟ ده تلفزيون بيتكو بس. احنا معانا ناس من الجمهور موجودين في الاستوديو، يعني فرحوا جدا لما عرفوا ان هاني رمزي جاي وعايزين يتكلموا معاك. كتر خيرك. حد هيسأل؟ ايوه اتفضل. استاذ هاني، انا وجهة نظري ان حضرتك ما بتعملش شخصية كوميدية، ودي مجرد شوية افيهات جايبينها من ده اي سؤال؟ حتة. ده ايه ده؟ ايه ده؟ لا سيبه ايه ده؟ يسأل، سيبه لا يسأل. لا، اختار اللي انت بتتكلم، انت بتتكلم مع نجم وانت قاعد فتختار. بتعمل ايه من الصبح؟ انت قاعد بتعمل لا ايه من الصبح؟ امال اصل انت انا ما يعني اخترتش اي الحقيقه دي سؤال؟ وجهه نظري، اللي انا حاسس ان الاستاذ هاني ما بيعملش. وجهة نظر تحتفظ بيها لنفسك، تحترم. وجهه نظرك تحتفظ بيها لنفسك بس، انت فاهم؟ هتتخانق بدالي اعتقد ولا استاذ هاني يحب راي الجمهور، يعني يحب يعرف راي الجمهور. انا اصله اشكرك، حد جدا، انا اشكرك. الفاظه حاده وانا على جدا، فكره بحب استاذ هاني جدا وانت يعني. الفاظك يعني لطيفه. هو انتوا انا كلكم بحب، ايه انا بحب زياء؟ حضرتك انا جدا يا بدور استاذ على هاني على فكره. ربنا يخليك. انت اسمك ايه؟ اسم احمد سعيد. عشت الاسامي يا احمد، ربنا يخليك، متشكر يا احمد، ربنا يكرمك. ميرسي جدا. طيب ليه بتصطنع الشخصية الكوميدية؟ ليه بعمل ايه؟ ليه بتصطنع الشخصية الكوميدية ما تبقاش من قلبك؟ انت ايه؟ طب انا جاوب اقول ايه؟ بذمة اهلك، بذمة اهلك. سؤال زي ده انا ستوب جاوب ستوب عليه واقول لك ايه؟ ستوب. ستوب طبعا. وان علاقاتك هتمهد لك الطريق انك تظهر في المستقبل؟ ده سؤال اه يا راجل؟ ده سؤال؟ علاقاتي تمهد لي طريق اني اظهر في المستقبل؟ ايه السؤال ده؟ لا اقرا من الورق احسن. الورق بتاع سماح. من ورق سماح احسن. حاضر. اوكي 2 يلا 5 نصحى 2 1. بيقولوا هاني رمزي خلاص واصحابه والعيله وكده بيشتروا اغلب تذاكر الافلام علشان تتملي السينما والناس تصفر وتسقف وتضحك. بيشتروا بيشتروا تذاكر عشان ايه؟ عشان الفيلم ينجح، عشان يبقى في جمهور فيبقى في ايرادات فالصحافه تكتب والناس تحب هاني. انت تحترم نفسك، ايه؟ تحترم نفسك. لا ستوب. استوب طبعا. ايه يا استاذ هاني في ايه؟ لا يا استاذ ايه، دي انت وجهات خليت فيها نظر. استاذ. نعم. قول لي دي وجهة نظر غلط ورد عليا. لا مش هرد اصلا، انا مش هرد خلاص. انا مش هعمل برنامج، مش هتعمل برنامج ايه؟ مش هكمل البرنامج ده. ليه يا استاذ هاني في ايه غلط خلاص يا عم، خلاص. شكرا. استاذ هاني في ايه بقول غلط لك شكرا. طب طب ليه في ايه غلط في اللي حضرتك ايه الاسئله؟ حضرتك قلت لي اللي اسال من الاعداد، فبسال من اسئله الاعداد. لا بقول لك ايه، انا كنت جاي لطيف ولذيذ وكل حاجه، مفيش وانت اي لسه مشكله لطيف خالص. ولذيذ على فكره. يا سلام.